نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يقول إن هناك عرقلة وفوضى أمنية تخدم مصالح الإرهاب وإن الوزارة تفتقر للسلاح والموارد المالية. توالي ردود الفعل المنددة بالعملية الإرهابية التي استهدفت مقر وزارة الخارجية ودعوات لتوحيد الجهود الأمنية للتصدي للإرهاب. دغيم يؤكد الاتفاق مع عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري وعلي القطراني على تعليق مقاطعتهما. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. اتفق رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج مع وزير الداخلية فتحي بشاغة وقيادات أمنية على أن تسلم الأجهزة الأمنية ملفا شاملا عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية بطرابلس إلى القضاء. وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة الترتيبات التنفيذية المتخذة لتأمين سلامة المواطنين، كما تناولت الإجراءات الأمنية التي اتخذت لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية وضبط كافة المتورطين الواقفين وراءه. استهداف مبنى وزارة الخارجية يأتي غداة إعلان رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج تحقيق خطوات جيدة في تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة، وهو الأمر الذي نفاه وزير الداخلية المفوض مبينا أن وزارة الداخلية تفتقر للسلاح والموارد المالية، وهو ما يثير التساؤلات عن مدى حقيقة تنفيذ تلك الترتيبات. نتابع. أيها الليبيون، أيتها الليبيات، لقد نجحنا في تحقيق خطوات جدية حول الترتيبات الأمنية في مدينة طرابلس الكبرى. أقل من 24 ساعة لم تكد تمضي على تصريح السراج بثنائه على نجاح الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى وتخطيطه لتصديرها خارج العاصمة، حتى جاء ما ينفيها على الأرض وعلى مستوى الجهة المكلفة بتنفيذ الترتيبات. لازم نوضح أن الترتيبات الأمنية لم تطبق إلى الآن، لم يبدأ فيها. لم يكتفي بشاغة بذلك فحسب، بل أعلنها واضحة وصريحة، لا إمكانيات ولا موارد، وكأن كل ما حدث في الأشهر الماضية لم يتعد كونه حبرا على ورق أو أنه تنصل من أي مسؤولية قد تترتب عليه. إلى حد الآن من يوم استلمت أنا المخازن الداخلية زيرو صفر، الآليات زيرو صفر، السلاح زيرو صفر، الإمكانيات والموارد المالية منعدمة. إذن ظهر ما كان البعض يخشاه ويحذر منه، وهو أن ترتكب هذه الحكومة ما ارتكبته حكومة علي زيدان بإعلان ترتيبات وانسحابات كاذبة. أثبت الزمن أنها مفبركة وأنها ترتيبات للتضليل وخلق مادة إعلامية للاستهلاك المحلي والدولي ليس أكثر. فإعلان الترتيبات وضم كتائب مسلحة للأجهزة النظامية وتسليم المقرات الأمنية لمؤسسات الدولة كلها أحداث مفبركة أو تكد. وزارة للداخلية وأخرى موازية لها في العمل ربما هو أقرب وصف للوضع في مدينة طرابلس، فالأولى يترأسها وزير مفوض لتسيير الأمور الإدارية والأمنية أحيانا، وأخرى تقبع في الظل يحكمها أمراء كتائب مسلحة هم أصحاب القرار على الأرض، هكذا يرى مراقبون. هجوم الخارجية الإرهابي في العاصمة حدث من شأنه أن يضع المجلس الرئاسي المقترح أمام مسؤولياته الأخلاقية والدولية بالترويج لمعلومات غير دقيقة وغير ما اتفق عليه.
هذا وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بالحكومة المقترحة أمين الهاشمي بأن عدد شهداء الهجوم الذي استهدف وزارة الخارجية بلغ 3 شهداء وأكثر من 20 جريحا. وأشارت الوزارة في إحصائية نشرتها عبر فيسبوك أن مستشفى معتيجا استقبل 2 شهيدين، فيما استقبل مركز طرابلس الطبي الشهيد الثالث، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 21 جريحا توزعوا على 4 مستشفيات. بالنسبة للإحصائيات التي وصلت إلى الآن سواء من جهاز الإسعاف والطوارئ لوزارة الصحة أو الغرفة المركزية، الحقيقة 2 نسبة تقبلهم، وأيضا لدينا 21 جريح، وأغلب الجرحى حقيقة غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا العلاج، لأن الجروح كانت ليست بالبلغة. إذا نستطيع أن نقول بأن عدد الشهداء 2 فقط. الشهيد الثالث الذي أعلن عنه نفت وزارة الصحة صحت أنه يوجد 3 شهداء، 2 و 21 جريح، أغلبهم غادروا استثناء حالة واحدة. هذا وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم على مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس. ونقلت وكالة رويترز عن التنظيم في بيان له أن 3 عناصر تابعين له مزودين بأحزمة ناصفة وأسلحة رشاشة تمكنوا من اقتحام المقر وبسط سيطرتهم عليه لعدة ساعات وفق الوكالة. ومن جانبه أكد موقع مجموعة ساعات الاستخبارية المتعقبة لأنشطة التنظيمات الإرهابية أكد تبني تنظيم الدولة للهجوم. أثار الهجوم على مقر وزارة الخارجية العديد من ردود الفعل المستنكرة والتي وصفت العمل بالإرهابي، ودعت في مجملها إلى التصدي له ومحاسبة من يقفون وراءه. أبرز ردود الفعل في هذا التقرير. أثار الهجوم على مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس العديد من الإدانات عبرت عنها بيانات الاستنكار للاستهداف الذي أودى بحياة مواطنين صباح الثلاثاء. البعثة الأممية للدعم في ليبيا وصفت العمل بالإرهابي الجبان، حيث شدد غسان سلامة على عدم القبول بالمساس بأي مؤسسة رسمية لا سيما من الجماعات الإرهابية، قائلا إن البعثة ستعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لملاذ ومسرح لإجرامهم الأعمى. من جهتها طالبت دولة قطر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأعمال الإرهابية في ليبيا ومحاسبة من يقفون وراءها، معتبرة أن هذه الهجمات المتكررة وباختلافها محاولات هدفها تقويض مؤسسات البلاد. وأدانت السفارة الأمريكية في ليبيا بأشد العبارات الهجوم، وعبرت عن تضامنها مع جميع الليبيين في محاربتهم للإرهاب وسعيهم لهدف تحقيق دولة أكثر ازدهارا واستقرارا وأمنا. كما سارت السفارة البريطانية هي الأخرى بنفس المنحة مقدمة تعازيها لأسر الضحايا. الخارجية الإيطالية دانت في بيان لها الهجوم مؤكدة التزام إيطاليا بمكافحة جميع أشكال الإرهاب، فيما غرد سفير ألمانيا لدى ليبيا قائلا إن الهجوم مروع وأن وزارة الخارجية الليبية ستبقى مكانا للتبادل السلمي ولن يغير الهجوم أي شيء في تعاون ألمانيا مع ليبيا والليبيين. من جهته قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن هناك من يسعى إلى عرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وإطالة أمد الأزمة، وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد على المستويين الدولي والإقليمي لمساعدة الشعب الليبي على تخطي هذه الأزمة. كما نددت الخارجية المصرية بالهجوم مؤكدة على أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وأشارت إلى أن الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية دون غيرها. الجارة الأخرى تونس دانت عبر وزير الخارجية خميس الجهناوي الهجوم واصفة إياه بالعمل الإرهابي. الجهناوي شدد في اتصال بوزير الخارجية المفوض محمد سيالة على تضامن تونس الكامل مع ليبيا
حكومة وشعبا ووقوفها معهما في مواجهة الإرهاب. تنديدات من كل الدول تضامنا مع ليبيا في محنتها على أمل أن تأتي الأيام القادمة بتغييرات جذرية على الأرض من شأنها تحسين الوضع الأمني في البلاد. وفي ردود الفعل المحلية عبر عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور علي الصلابي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية، وصفا إياه بالإجرامي والمنافي للقيم الدينية والإنسانية. وحمل الصلابي في بيان له رئيس الحكومة المقترحة مسؤولية الهجوم لعدم اتخاذه الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في مواجهة كل الأعمال الإرهابية والإجرامية، خاصة إثر ملاحظة تشابه الأسلوب في هجوم اليوم مع أحداث سابقة، منها الهجوم على المفوضية العليا للانتخابات واقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط بحسب وصفه. وفي السياق ذاته، حمل حزب الوطن المجلس الرئاسي المقترح وحكومته ووزارة الداخلية مسؤولية حفظ الأمن داخل العاصمة طرابلس. وطالب الحزب في بيان له أدان فيه الهجوم الذي تعرضت له وزارة الخارجية بطرابلس، طالب المجلس الرئاسي المقترح بإجراء التحقيقات ومتابعة المجرمين ومن يقف وراءهم. وصف الحزب الهجوم بالفعل الإجرامي والجبان، مطالبا بالقصاص من مرتكبيه والمسؤولين عنه. ومن جهتها، حملت الهيئة الطرابلسية الأطراف السياسية والعسكرية مسؤولية تأخير قيام الدولة ومؤسساتها ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد. واستنكرت الهيئة في بيان لها الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بطرابلس، داعية الحكومة المقترحة والتشكيلات المسلحة التابعة لها إلى تحمل مسؤوليتها في فرض الأمن وحماية المواطن. وطلبت الهيئة الطرابلسية الحكومة بأن تكون أكثر شفافية لكشف الحقائق ووضع الترتيبات الأمنية موضع التنفيذ. وفي تصريح خاص بالنبأ، قال مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي أن الهجوم على وزارة الخارجية الليبية هو عمل يقصد به إرهاب الشعب الليبي وترويعه، إضافة لإيهام الناس بعدم استقرار الأوضاع الأمنية بحسب وصفه، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية تضرب جميع دول العالم. لأنه ما حصل في وزارة الخارجية هي عملية مقصودة لإدخال لإزعاج الشعب الليبي وإرعابه وإدخال الرعب فيه، ترويعه، وكذلك لإعطاء فكرة بأنه أو إيهام الناس بأن الوضع غير مستقر. وطبعا العمليات هذه هي عمليات أصبحنا شبه ولا متعودين عليها في كل مكان في العالم، شفناها في فرنسا في أوروبا كاملة بدون تعداد الدول، لكن تقريبا ما تمش دولة يعني اخطاها الإرهاب. قال عضو مجلس النواب زياد دغيم أنهم اتفقوا مع عضوي برقة بالمجلس الرئاسي المقترح المقاطعين فتحي المجبري وعلي القطراني على تعليق مقاطعتهم للمجلس والعودة بأسرع وقت ممكن. وأوضح دغيم في اتصال مع نبأ أن قرار العودة جاء خلال اجتماع بعضوي رئاسي وعدد من نواب برقة بالقاهرة. وأشار دغيم إلى أن خطوة عودة عضوي رئاسي تأتي لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات في العام القادم في ظل عدم إمكانية الوصول إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تعديل اتفاق الصخرات. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وتتابعونا فيها بعد قليل.
تعليم المقترحات ترحب بإبطال قرارها بشأن قضية نتائج الشهادة الثانوية لطلبة مدينة زوارة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد المتحدث باسم قوة حماية سر طه حديد للنبأ العثور على مكان دفن 34 إثيوبيا أعدمهم تنظيم الدولة بمنطقة الطويلة بسرت عام 2015 بعد بلاغ عن مكان دفنهم. وكانت إدارة التحرير والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى أوضحت على صفحتها بفيسبوك أن وحدة الجثث المجهولة بالفرع قامت باستكشاف الموقع الذي تم ذكره خلال التحقيقات في قضية مذبحة المسيحيين الإثيوبيين من قبل أعضاء التنظيم الموقوفين، والتي بث التنظيم في 19 من أبريل عام 2015 وتم دفنهم بشكل جماعي في مدينة سرت. نفى مسؤول مكتب الإعلامي ببلدية بني وليد زايد بوغدندش وجود أي قوات مسلحة سواء أكانت سرايا ثوار بنغازي أو غيرها بالمنطقة المحيطة بالمدينة خاصة وادي دينار، مؤكدا استتباب الأوضاع الأمنية بالمنطقة. بعض القنوات الفضائية خبر مفاده عن وجود سرايا ثوار بنغازي وغيرهم في وادي دينار اللي هو طبعا يقع في شمال مدينة بن وليد وليس جنوبها. فنحن كمكتب إعلامي ننفي هذا الخبر نفي قاطع ولا وجود لهذه الكتائب وغيرها. المدينة آمنة وفي أمن وأمان، المدينة تنطلق للأمام بوجود عميد بلدية بن وليد وبوجود مجلسها البلدي المنتخب، ونتمنى السلامة لكل أهلنا في ليبيا وفي أيضا مدينتنا بن وليد. وفي المنطقة الشرقية أكد مصدر طبي في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي إطلاق مسلحين النار داخل قسم العناية المركزة بعد منعهم من الدخول إليها. وأوضح مصدر طبي في المستشفى للنبأ أن الاعتداء سبب حالة من الهلع بين الأطباء وأطقم التمريض والموظفين عندما أطلق المسلحون النار دون الاكتراث لحالة المرضى بغرفة العناية. هذا وأشار المستشفى إلى استمرار الوضع غير الآمن في المستشفى دون وجود حل جذري لهذه الخروقات. أفادت مصادر النبأ باقتحام مسلحين مقر جهاز النار الصناعي في منطقة الهواري ببنغازي. وأوضحت المصادر أن المسلحين منهم أفراد تابعون لكتيبة طارق بن زياد المدخلية وآخرون ممن اصطلح على تسميتهم بالصحوات لغرض توفير وظائف لهم. وأضافت أن المسلحين اعتدوا بالضرب على عمال ببوابة النهر الصناعي قبل أن يغادروا لجهة غير معلومة. طلبت منظمة مراسلون بلا حدود سلطات المنطقة الشرقية بالإفراج الفوري عن الصحفي إسماعيل بوزريبة من مدينة جدابية. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن إسماعيل احتجز تعسفيا دون أسباب قانونية معتبرة أن الاعتقال لا مبرر له. ويذكر أن الصحفي اعتقل أثناء تغطيته لفعالية ثقافية بمدينة جدابية تهمة العمل في قناة مناوئة لحفتر. حددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى ليبيا أو إخراجها منها دون الحاجة للإفصاح عنها من 5000 دولار إلى 10 أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وجاء في المادة الثانية من القرار رقم 6 لهذا العام الصادر عن اللجنة أنه يجب الإفصاح عن قيمة المبلغ أمام سلطات الجمارك من خلال نموذج الإفصاح عن العملة
إذا زاد المبلغ عن الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة الأولى. وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج قد اجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ناقشوا تسهيل الترتيبات المالية للعام الحالي والقادم ومراجعة الإصلاحات الاقتصادية وسبل تطويرها. بعد 4 أشهر من الخلاف بين الطلاب ووزارة التعليم المقترحة حول قرار وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل القاضي بإلغاء نتائج شهادة الثانوية لطلاب مدينة زوارة، محكمة استئناف طرابلس تفصل في القضية لصالح الطلاب والوزارة ترحب بالقرار. ما داعى حق وراءه مطالب، مثال ينطبق على طلبة شهادة الثانوية بزوارة عندما تشبثوا بصحة نتائجهم رغم قرار وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل بإلغائها بسبب شكوك بوجود شبهة غش داخل قاعات الامتحانات بمساعدة المسؤولين عن عملية المراقبة. بعد 4 أشهر من الشد والجذب تصدر محكمة استئناف طرابلس حكمها المبدئي لصالح الطلبة ببطلان قرار الوزير، وهو ما رحبت به الوزارة معتمدة نتائجها التي حجبتها سابقا ومؤكدة في الوقت ذاته بأنها ستعمل على تنسيق مع منظومة الجامعات لفتح أبوابها أمام طلاب زوارة. اليوم يسلم النتائج السيد عميد البلدية ومراقب التعليم وننسق في كثير من التفاصيل. منظومة القبول في الجامعات ستفتح لكل الطلبة الذين نجحوا في بلدية زوارة وسيتم قبولهم مثلهم مثل أي طالب وطالب ليبي. قرار رفضه الطلبة وتشبثوا بالرفض بواسطة الاحتجاجات التي قاموا بها مع أهاليهم والمسؤولين التربويين بالمدينة باعتباره جائرا في حقهم، واصفين إياه بالمعطل للعملية التعليمية والمعاقب لطلبة زوارة دون المدن الأخرى. لكن في المقابل اعتبرته الوزارة ليس جهويا وإنما واجب تحتم عليها إصداره. على كل المسؤولين على العملية التعليمية في زوارة أن يتابعوا معنا كل التفاصيل وأن يعتبروا وزارة التعليم هي البيت الحقيقي لكل طالب وطالبة، وإنما جرى هو واجب إداري ومهني قامت به وزارة التعليم، ليس لها أي بعد جهوي ولا مناطقي ولا سياسي، وليس لدينا خلاف مع أي طالب أو طالبة ليبية. إنصاف القضاء وترحيب الوزارة جعل الأمور تعود إلى مجاريها وأرجع الثقة إلى من يلجأ إلى التقاضي في مسائل خلافية، خاصة عندما تكون الوزارة طرفا في القضية وليس أي قضية، قضية التعليم ومصير الطلبة. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الداخلية يقول إن هناك عرقلة وفوضى أمنية تخدم مصالح الإرهاب وإن الوزارة تفتقر للسلاح والموارد المالية. توالي ردود الفعل المنددة بالعمليات الإرهابية التي استهدفت مقر وزارة الخارجية ودعوات لتوحيد الجهود الأمنية للتصدي للإرهاب. دغيم يؤكد الاتفاق مع عضوي المجلس الرئاسي فتح المجبري وعلي القطراني على تعليق مقاطعتهما. كما تابعتم أيضا تعليم المقترحة ترحب بإبطال قرارها بشأن قضية نتائج الشهادة الثانوية لطلبة زوارة. أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة، إلى اللقاء.